الأذان له علاقة بالخشوع، وذلك أننا إذا أنقصنا من الخشوع أنقصنا من أجر صلاتنا، فإذا كان صلاتنا ينقص أجرها بسبب السرحان فالأذان فرصة لكي تضاعف صلاتك. طيب سؤال، وما علاقة الأذان بمضاعفة الحسنات؟ انتبه معي للخطوات التالية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المؤذن: وله أجر من صلى معه. فإن قلت لي: وما دخلي أنا الموضوع، هذا الأجر للمؤذن ليس لي. من قال لك أن هذا الأجر للمؤذن فقط؟ يمكنك أن تأخذ مثل أجر المؤذن. قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني يكون أحسن منا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل كما يقولون، يعني لك مثل أجرهم إذا رددت خلف المؤذن وقلت كما يقول. فتخيل أنك تردد خلف المؤذن وتأخذ أجر جميع المصلين في المسجد. طيب تخيل أيضا لو أنك رددت خلف مؤذن الحرم. الله، تأخذ أجر المصلين في كل الحرم، وكل مصلي صلاته ب100,000. الله أكبر، سبحان الله. بعض الناس ذكي يعرف كيف يستخرج الحسنة بعمل بسيط وهو مرتاح، فإذا هو قد جمع أكثر ممن تعب أضعاف مضاعفة. كيف؟ بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عمل يسير وأجر عظيم. من لي بمثل سيري كالمدللي، تمشي رويدا وتجي في الأولين.